بدري نوره بينطفئ تحت الحصار، غربة وشوش ألوان رتوش، غربة وشوش ألوان رتوش، قرب الحرس صبنا الخرس سكت الكلام. سالي هانم عندي هنا في مكتبي؟ معقول ده؟ ازيك يا عيال؟ الحمد لله يا استاذ هانم، الحمد لله. او زي ما سعادتك شايفه، من ساعه اللي حصل وانا على راي ام كلثوم لا بنام ولا بصحى. اتفضلي سريعا. اتفضلي. والله مش عارف يا فندم اعزيكي ولا اعزي نفسي. انا مش جاي اتقبل العزا هنا يا عيال. ايوه طبعا طبعا يا فندم طبعا. ويا فندم حضرتك شرفتيني وتأمري بأي حاجة، أنا رهن الإشارة، بس قبل ما تأمري تشربي إيه الأول وبعدين تأمريني؟ ولا جاي أشرب حاجة. إزاي بقى يا فندم؟ معقولة؟ دي أول مرة تشرفيني في مكتبي المتواضع. أنا طبعًا كنت أتمنى إن الظرف يكون أحسن من كده، لكن أهو الشرف حصل لي وخلاص، كل شيء بأوان يا فندم. متشكرة. يا كانت الهانم عنايات هانم طلبت مني ان انا اتاكد من الامن ان سيادة المرحوم لم مفهوم مفهوم عرفنا خلاص. طيب يا فندم تأمريني سعادتك. عايزة عنوان عمر. عمر مين؟ السواق؟ طب ليه سعادتك؟ من غير ليه يا عياد الله. حاضر يا فندم حاضر. ايوه 15 شارع مخلوف عندي. اتفضل يا فندم. متشكرة. شرفتيني يا هانم. اذنك. شرفتي يا هانم شرفتي. ايه حكايه الجرع ده معاهم؟ ما انا لازم اعرف ولا انا صوره بقى. انا قلت له ان ده مش فضول مني، انما انا عايزه اساعده واشاركه. كفايه الهم اللي عاش فيه كل السنين اللي فاتت دي لوحده. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ اصلي عايزه اسالك سؤال وخايفه يكون تقيل عليكي شويه. اخس عليكي قولي اللي انت عاوزاه اسالي. يعني من غير زعل وبعدين معاكي. خلاص خلاص من غير نرفز. خلاص بقى قولي. انت بتقولي انك هتشاركي، بصفتك ايه بقى؟ بصفتي سلوى. انا مش هقولك ان ده شويه، لكن كمان ده مش كفايه، لازم يبقى فيه ارتباط. وهو مفيش ارتباط؟ لا طبعا هيبقى فيه او لازم يبقى فيه. يبقى احنا كده جينا للنقطه المهمه. قصدك ايه؟ قصدي ان هيبقى صعب قوي يا سلوى، واخاف اقولك انه مستحيل. ليه سلوى؟ بلاش تتجاهلي الحقيقة. حقيقة ايه؟ قصدك يعني الولاد وبابا؟ بالظبط. هيقبلوا؟ لازم يقبلوا. لازم؟ ايوه لازم، لان دي حياتي واختياري. هو جايز يكون اختيارك،
لكن ما هيش حياتك لوحدك. إن كنا بقى بنتكلم كلام العقل والمنطق مش بنتكلم في الحب والعواطف. أنا شفت أول مقابلة اليوم كانت مشجعة جدا، ولسه كمان لما يعرفوا عمر. يا سلوى، المقابلة حاجة واللي احنا بنتكلم فيه ده حاجة تانية. قصدك إيه؟ وكمان بقى عايزة أقولك حاجة مهمة، احنا خدنا الجانب اللي يخصك أنتي ونسينا الجانب اللي يخصه هو. يعني إيه؟ يعني أكيد هو مقدر الموقف ده وفهمه كويس قوي، وعشان من كده. من فضلك من فضلك ما تكمليش يا عبير. قصدك ان عمر يعني ممكن يرفضني؟ طبعا مش ممكن. انا قلت يرفضك؟ امال قلت ايه؟ يعني ممكن يتجنب يحط نفسه في موقف زي ده والنتيجه واحده. دي يعني تاني مسالتني على عنوان وقبل الجنازه ما تنفض، وبنتها اللي عمرها ما بصت لي جت لي هنا لحد برضو عشان تسال على عنوانه، وهو كان اخر واحد معاه مع انه كان ساب الشغل. تبقى ايه الحكايه؟ مش عارف، لكن شكلها كده حكاية كبيرة، وما دام كده يبقى أنا فيها يا خفيها. طبعا محدش هيسأل فينا بعد كده. نستنى يوم كمان يا ماما. ويوم يجري ورا يوم ونلوص احنا. وهنعمل ايه طيب؟ قوليلي، ما تعرفيش عنوان الواد اللي اسمه عمر ده؟ لا، وانا هعرفه منين؟ على الاقل يا اختي كان جيت طمن عليكي. لازم هيجي يا ماما. بقى مرت ايه؟ لانه كان بيحب منصور الله يرحمه. وهو منصور راح، بس انا مراته. ما ايه يا اختي؟ فين ده؟ ما هو ما فاتش كتير برضو يا ماما، وهو سواق يعني رزقه يوم بيوم. يا بنتي انت بتدوري له على اعذار. انا بقول الحقيقه يا ماما، وعارفه ان عمر حافظ جميل منصور الله يرحمه. يا اختي محدش دلوقتي بيحفظ جميل حد، كل واحد بيدور على مصلحته ويقول يلا نفسي. انا نفسي تدوري على مصلحتك بقى. ازاي يعني؟ يعني ان عمر ده ما جاش وحللك مشكلتك، تروح انت لمراته التانيه هناك وتحلي مشكلتك. ماما. مفيش ماما، ده اخر كلام عندي، وان ما رحتيش انت هروح انا. يا بنتي يا بنتي اسمعي كلامي ولو مره واحده في حياتك. ده ايه الغلب ده؟ هتملي سعادتك على محضر الاستلام لو سمحت. طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. دلوقتي الارض بقت في حيازيتكم وتقدروا تبتدوا مشروعكم على البركه ان شاء الله. بس لاحظوا الشروط اللي في قرار التخصيص، ان الارض تنسحب منكم لو ما اشتغلتوش في خلال 5 سنين، لا قدر الله يعني. لا يا فندم، 5 سنين ايه؟ قول 5 شهور، 5 ايام. احنا مستعجلين جدا على التنفيذ، المشروع ده مهم جدا للاقتصاد القومي. ان شاء الله، احنا متاكدين طبعا. وكلام في سلوككم السيد المحافظ اطلع على الدراسه وانبسط جدا. لا يا فندم، ان شاء الله الواقع هيبقى احسن، ولما المشروع يكتمل سياده المحافظ هيبقى مبسوط جدا وشرفنا طبعا في الافتتاح. باي ذا واي كده احنا عاملين ريسبشن في الاوتيل، يعني حفل صغير بمناسبه استلام الارض، وطبعا يهمنا انه يكون موجود. نبلغه يا فندم؟ لا، احنا اللي هنبلغه ونسلمه الدعوه بنفسنا، ده لو اذن طبعا. دي الاصول ولا ايه؟ طبعا طبعا. وطبعا سعادتك وكل الزملاء معزومين. طبعا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. امضي يا عاطف. أنا شايفة في عينيك المرة دي حيرة أكتر من المرة اللي فاتت، بس أنا خلاص حرمت، مش هسألك عن حاجة. معلش يا سلوى، سامحيني. وعلى فكرة بعد ما نزلت المرة اللي فاتت قعدت أنا وبابا نقطع في فروتك. يا ست أنا قابل. وبعد كده كملت عليك مع عبير. وقابل دي كمان. بس بابا سألني سؤال ومعرفش أجاوب عليه. خير إن شاء الله. قال يا ترى عمر هي مرة كده ولا هنشوفه تاني؟ زيارتكم يعني؟ يا سلام، ده شرف لي. ولما تيجي المرة الجاية هتقعد برضو كلامه في الحرب واللي حصل زمان، ولا في حاجة مهمة عاوز تكلمه فيها؟ لا، الظهر لازم اتكلم بصراحة أكتر. لا أرجوكي أرجوكي. لا إيه؟ لا مش هتتكلم، ولا أنا اللي ما اتكلمش بصراحة. الاتنين يعني. انت عارف انا اقصد ايه؟ اكيد. انت مش فاكره مره قلت لي زمان انك بتعرف اللي انا عايز اقوله من غير ما اتكلم؟ ليه فاهمه ان انا اقل منك في ده؟ امال ايه يا عمر؟ عشان يا سلوى انت بالنسبه لي سلوى، انت اكبر من الدنيا كلها، انت اكبر من اني احطك في موقف محرج مع ابوكي واولادك. زي ما قالت عبير، اذا قالت كده تبقى صاحبتك بجد، واذا صممت يبقى بتزودي عذابي. ده مش عدل. وانا امتى شفت عدل في حياتي عشان استناه دلوقتي؟ انا ما بكلمش على اللي فات، انا بتكلم عن دلوقتي. قصدك ايه؟
ان اللي فات مات. لا انا اللي فات عايش جوايا لغايه اللحظه دي. اوكي عايش جواك، لكن احنا نقدر نجمل حياتنا بشيء من السعاده اذا كان في ايدينا. تفتكري ممكن ننجح اذا صممنا يا عمر؟ صممنا. طيب يعني ابنك تفتكري هيوافق بعد ما سبت المليونير تجوزي عمر؟ انا شفت في عينين اشرف تقديره ليك غير خالص تقديره الرفيق ونوها كمان، وما عندكش فكره بابا بيكلم عنك ازاي. انا طبعا ممكن اصدقك وعارف انك ما بتكتبيش، بس حتى لو ده حقيقي احنا لو كان جوازنا في الظروف العاديه صعب، فبعد الموقف دوت بقى صعب جدا جدا جدا. انت كده بتخليني اسالك ايه هو الصعب؟ طب من غير ما تسالي بقى انا هخليك تشوفي بنفسك. هروح فين واشوف ايه؟ تعالي معايا بس هوريكي ايه الموقف اللي انا كنت فيه في الظروف العاديه وايه الموقف اللي انا فيه دلوقتي. انا مش فاهمه حاجه يا عمر. اما تشوفي هتفهمي كل حاجه. ياه يا عاطف، اخيرا المشروع بقى حقيقه ملموسه في ايدينا. ده معناها ان الملايين اللي اتدفعت في الاول في حكم اللي دخلت في حسابنا في الشركه. بس بقول لك ايه، احنا لازم نصور المنطقه كلها عشان تبقى معزوله زي ما اتفقنا حسب اجراءات الامن. لا 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 لا، دي سهله وبسيطه جدا ومش هتاخد وقت كمان. على بال ما بعتوا المسؤولين عن الامن نكون احنا خلصنا وابتدينا كمان الواجهه الزراعيه للمشروع. على فكره انا زرتهم في الشركه، اجراءات الامن عندهم كويسه قوي قوي، بدايه من البوابات الالكترونيه لافراد الامن حتى لكلاب الحراسه، يعني فعلا هنبقى منطقه معزوله. طبعا يا عزيزي، على قد خطر الموضوع وحساسيته. انا مش مرتاح قوي لحكايه الريسبشن اللي انت عايز تعمله ده. ليه؟ يعني المفروض ان احنا هنتدارى، الريسبشن ده هيفتح العيون علينا ويخلي الكل يبص للمشروع. لا لا بالعكس، المفروض اننا ندي انطباع ان احنا بنشتغل عادي جدا وفي النور، وكمان احنا محتاجين لصله وموده مع الموظفين المحليين، محدش ضامن يا حبيبي. ماشي، بس بقول لك ايه، من غير مبالغه. طبعا من غير مبالغه. خلاص احنا بقى نكلم الشركه في فيينا علشان نمره واحد نبشرهم، نمره اتنين نطلب الدفعه. لا دي مش عايزه تليفونات، دي عايزه نسافر بنفسنا، بس بعد ما نوصل الدعوات بتاعه الحفله. ولا ايه؟ صح. الشارع زي ما هو، كأني سبته امبارح، مفيش فيه حاجة اتغيرت. ايوه فعلا الشارع ما اتغيرش بس الناس اتغيرت. اكيد. اتفضل. فاكرة البيت؟ طبعا. راح فين؟ ايه؟ هو انا فاكرة ايه؟ الشقة ايه؟ دي شقة ام شاهين. يا اختي يا اهلا وسهلا. يا الف مرحبا. كده برضو يا عمر مش كنت تقول لي يا ابني انها هتشرف علشان كنا فرشنا الارض ورد؟ ربنا يخليك يا رب يا ام عمر. هي طبعا تستاهل كل خير، بس هي جت طبيعي كده. كده طبيعي احسن كتير. يا الف اهلا وسهلا، انت نورتي بيتنا. لا نورتي الحته بحالها. دول منورين بحضرتك. تلاقيها مش عارفه انا مين. ازاي بقى يا خالتي؟ طب انا مين؟ ام المرحوم سامح طبعا، الشهيد الغالي. اسم الله يا حبيبتي، تعالي تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. وزي يا اختي الاستاذ بابا واسم الله العيال كويسين قوي الحمد لله، وطبعا هيجوا عشان يسلموا عليكي. يا اختي اهلا وسهلا، دي ما شالتهمش الارض اشيلهم فوق دماغي من فوق. ربنا يخليكي يا خالتي. اسمعي بقى اما اقول لك، انت النهارده تقضيه معانا كله، وانا بقى هعمل لك حته اكله. انما ايه؟ سيب الاكله دلوقتي يا اما، احنا يا دوب هنشرب الشاي. ايه؟ اصل احنا هننزل كلنا. كلنا مين؟ كلنا كده زي ما احنا. نروح فين؟ ما انا هقول لك بس يلا الاول. يا ابني مش هتطمن بس هنروح فين؟ ما انا هفهمك كل حاجه يا اما، بس يلا دلوقتي.
طيب بس خدوا نفسكم الاول. ما هتاخد نفسها وهي بتشرب الشاي على ما تحضروا نفسكم. هنحضر نفسنا ايه؟ هو احنا هنتزوق؟ والنبي تقولي له يا اختي. غير ما تقولي ولا تقولي لي. يلا يا يلا بس ما تعوض وقت. يا عمر بس ما تاخدنيش في دوكا كده، كان نفسي اقعد مع القمر ده شويه. ربنا يخليكي يا خالتي. ما انت هتقعدي معاها النهارده حالو تملي عينك منها. يلا بقى يا نعمان، يعني ما انتش عارفه عمر. حق يا اختي حكم القوي. يلا يلا اتكل على الله. ناس طيبين قوي. في دي ما اقدرش اقول لك حاجه، بس انا سبقتهم. انا قلت عليك ان انت كمان طيبه قوي، وده بحقيقي يعني. ما قلتليش انت ايه رايك في بيتنا؟ انت بتكلمني زي ما اكون مش عارفاه. صحيح ان دي اول مره ادخله، بس يعني بيوتنا كلها في الاساس كده. قصدك اللي كانت بيوتنا. عمر بلاش التلميحات بتاعتك دي من فضلك. هي دي مش حقيقه؟ يا سلام، ليه؟ انت شايفني مليونيره ولا ايه؟ بس برضو في فرق. وليكن. يعني انت مثلا تقبلي تعيشي هنا؟ اه ليه لا. طب وولادك؟ مش مشكله. لا مشكله يعني، ممكن لو حبوا يقعدوا مع بابا. بابا انت هتسيبيه لوحده؟ ممكن تيجي انت وخالتي تعيشوا معانا. طب ومو شهيد؟ ومو شهيد ليه لا. وانت ترضى لي؟ على فكرة انت طيبة قوي عمر. استني بس، الصورة اللي انا عايزك تشوفيها لسه ما كملتش. صورة ايه؟ صورة الحلم اللي احنا بنتمنى تحققه، هتتأكدي انه صعب قوي 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 ان احنا نحققه. مش فاهمة. انا هأكد لك ان الحلم اللي احنا حلمنا بيه صعب جدا ان احنا ننفذه. صورة ايه وحلم ايه؟ من فضلك، مش اللي طلع ده دلوقتي عمر؟ ايوه يا فندم، عمر احمد وهداني يا فندم. جاي مين هنا؟ طلع شقته يا فندم. شقته؟ ايوه يا فندم شقته. ملكه يعني؟ اه ملكه طبعا يا فندم. من امتى الكلام ده؟ مش من مده طويله، من قريب قوي. وحضرتك بتسالي ليه يا فندم؟ لا ابدا،
كنت عايز اتاكد بس. طب يا فندم حضرتك مش طالعه له؟ لا وقت تاني، ميرسي. العفو يا فندم، مع السلامه. الله بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر، الله هو اكبر، سبحان الله ما شاء الله. كل ده شقه مين دي يا عمر؟ شقه هي دي؟ شقه دي سهران. حلوه سهران يعني ايه؟ حلوه عجبتكم؟ حلوه، هي حلوه معاك. طب الحمد لله. تعالى يا سلوى تعالى اتفرجي كده، بص تعالى قولي لي بقى بعد البصه الاولانيه دي ايه رايك؟ هي محتاجه راي؟ المهم يعني حلوه عجبتك؟ شقه مين دي يا عم؟ المهم اتفرجوا عليها الاول وشوفوها كويس. هي فاضيه يا ابني، ما فيهاش حد. ما فيهاش حد يعني ايه؟ ما هو احنا مش حد ولا ايه؟ تعالي بقى انا هفرجك دلوقتي على التراس. راس؟ راس ايه يا بنتي؟ التراس يا اما، التراس يعني البلكونه، البرنده. هنا في برنده عال والحمد لله. على النيل على طول وشايفه الميه من اول القاهره لاخرها. تعالى اتفرجي على النيل ياما. طب يا حبيبي لو صاحبها جه على غفله كده مش تبقى عيبه برضه في وشنا اما يجي لقانا قاعدين في بيته واخدين راحتنا على الاخر؟ لا لا ما تخافيش ياما. هو صاحبها من غير شر مسافر؟ ما تلاقيش ياما. صاحبها من غير شر مش مسافر ولا حاجه. بالعكس ده موجود. هي ايه الحكايه يا عمر؟ هقول لكم على كل حاجه يا سلام. بصراحه ربنا مش كل حاجه قوي، هقول لكم على المفيد يعني، بس الاول اتفرجوا وخدوا فكره. وهنتفرج عليها ليه؟ هو احنا هنشتريها؟ يا ابني قول لنا وريحنا بقى. هقول ياما بس نرتاح الاول وناكل لقمه، اصل الثلاجه جوه مليانه اكل كتير قوي. انا نازله يا عمر. استني بس. الشقه دي انت جبتها منين؟ دلوقتي لو قلت لك ان الشقه دي شقتي انا هتصدقيني؟ شقتك؟ ايوه شقتي. ودي توها على دي؟ مش عيب. انا عمري كدبت على حد فيكم؟ طب ازاي؟ ازاي دي بقى للاسف مش حاضر اقولها دلوقتي. يعني ايه؟ يعني بصراحه ربنا ده سر وعهد. ده انا حتى لو حاولت اتخلص منها مش هقدر او مش هعرف. هي دي فزوره ولا ايه؟ هي تقريبا زي ما بتقولي فزوره. المهم دلوقتي انت تقبلي لو اتجوزنا تيجي نعيش هنا؟ تجيبي عم فايق بيه واشرف ونهى وانا هجيب امي وام الشهيد ونعيش كلنا في الشقه دي؟ طب بتهزر يا عمر؟ الشقه دي انت جبتها منين؟ شفتي بقى انا كان عندي حق لما قلت لك لو شفتي الحقيقه على بعضيها والصوره كامله يمكن ترفضي. اما لو قلت لك روحي على البيت هاتي هدومك وهدوم ام الشهيد وهنبات هنا من الليله تيجي؟ شو بقى يا ابني يا حبيبي، انت عارف كويس ان انا لا نام ولا عيني اتغمض الا في بيتي وعلى فرشتي، بيتي اللي دخلت فيه وخلفتك انت واخوك الله يرحمه واللي ابوك كمان الله يرحمه خرج منه، وباذن الله اما ربنا ياذن انا كمان اطلع منه. الف بعد الشر عليك يا ام. يلا حسن الختام يا حبيبي، وما دام انت بقى مش عايز تريحنا ولا تتكلم خلاص يلا يا ام الشهيد، يلا يا اختي، وانت كمان تعالي يا سلوى. الندل الحرامي قليل الاصل. بالهداوه يا بنتي مش كده؟ وبعدين انت اتاكدتي ازاي ان كلامي كان صحيح؟ ما انا قلت لحضرتك يا ماما انا شفت الشقه بعيني على النيل في الدور الخامس في برج كده، ما اعرفش اوصف لحضرتك ازاي. لا ايه داخل العماره ومعاه ست ظهر ام وواحده تانيه شبهها وواحده تالته كده شكلها معقول، الظهر بيفرجها الشقه قبل ما يتجوزها. لو تشوفوا شكلهم يا ماما وهم داخلين شحاتين. ما هو ده اللي هيجنني. لا ايه ومن لقمه وعامل نفسه سواق تاكسي عشان ما حدش يكشفه. طب خلاص يا سالي من فضلك كفايه كفايه. انا اسفه يا ماما، حضرتك اللي اصرتي ان انا اقولك وانا كمان من ناحيتي ما قدرتش. لازم تقولي لي يا بنتي عشان نعرف هنتصرف ازاي مع المجرم الحرامي ده، نعرف ازاي هنرجع منه ملكنا. لازم هيرجعه برضاه، هيرجعه غصب عنه هيرجعه. ما قلتلك بالهداوة يا سامي هيرجعه ازاي؟ لازم بس الاول نعرف ورق الشقه ده فين. فين مع الزفت اللي اسمه عمر؟
مش هو الوحيد اللي كان معاه لاخر لحظه؟ مش هو الوحيد اللي عارف كل اسراره؟ اتفضل. شكرا. برضو مش عايزه تقولي حاجه يا عبير. هقول لك ايه بس يا عم، صدقني مفيش حاجه. انا عايزه اطمن عليها ومش عايزه اقتحم اسرارها، وعارف انها ما بتخبيش عنك حاجه. صدقني يا عمي لو في حاجه اكيد هقولها لحضرتك. امال ليه خروجها المتكرر ده وسرحانها وتفكيرها المستمر ورغبتها انها دايما عايزه تقعد لوحدها؟ عادي يعني؟ لا مش عادي يا بنتي. طب يعني حضرتك ممكن تشك في سلوى يعني في حاجه وحشه؟ ايه انا؟ حاشا لله يا بنتي، دي سلوى دي بنتي ربايتي، انا اول واكتر واحد عارف اخلاقها. طب الحمد لله، امال في ايه بقى؟ ما انا قلتلك ان انا عايز اطمن عليها، يمكن تكون محتاجه للنصيحه او المشاركه. طبعا انت فيك البركه، بس خبره السنين تفرق برضو. طبعا يا عم. طب ايه راي حضرتك انت تسالها احسن؟ لا لا لا، لازم تكون هي عندها الرغبه انها تكلمني. عبير كيرا. انا اسفه حبيبتي، كيرا من بدري؟ لا لا مش كتير. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبتي. تلاقي عبير دوشتك؟ لا بالعكس، دي انستني. ربنا ما يحرمنيش منك يا عمي. طيب اقوم انا بقى واسيبكم مع بعض. ليه بس؟ مع حضرتك منورنا. عشان تتكلموا مع بعض بحريه. ده انتي احرجتيني معاه بشكل. ايه مالك يا ام الغالي؟ انا لو كنت فهمت حاجه ما انا كنت استريحت. هو مش قالك ان ده سر وعهد؟ طب سر وعهد لمين؟ لا لا احنا لا ما نقدرش نساله. احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا ندعي له ونقول ربنا يقدره على انه يصونه ويوفي بيه. طيب سر وهم هيحطوه في ورطه ويزودوه هم على همه؟ والله اذا كان الهم اللي احنا شفناه ده يبقى هم هنا وسعاده. يا ام الغالي انا عيني يا اختي بتقول انه هم ما يتلم. انت ليه بس بتقولي كده؟ عمر ده عمره ما يغلط ولا يبص للحرام. ايوه بس العز ده يغوي العابد، حتى طريقه كلامه عنه دلوقتي مش هي طريقته، ده ابني وانا عارفاه. طب ليه بقى ما بتفكريش في الحاجه اللي هو بيحبها؟ زي ايه؟ زي حبه لسلوى اسم الله وكلامه معاها عن جوازهم. طب ايه رايك بقى ان كلامهم ده قد ما فرحت بيه قد ما خفت منه؟ يوهو ليه كده بس؟ مش يمكن يا اختي يكون هو فاكر ان دي سكه تكبره في نظرها؟ وبتقولي انت اكتر واحده حافظه عمر. طب عمر بقى لا يمكن يفكر كده ولا يعمل كده. طب قولي لي بقى انا ليه قلبي مقبوض يا ام الغالي؟ دي فرحه مش خوف. يعني هي كانت وافقت؟ يوهو ما هم اتكلموا مع بعض بصراحه ودي اول السكه. يا رب بحق جه حبيبك النبي وقف جنبه ونور له طريقه يا رب. أما عمر ده إنسان غريب بشكل، كل ما تحكي لي عنه أكتشف جوانب جديدة في شخصيته بتخليني أحترمه أكتر. طب فهميني الله يخليكي، لأني محتارة مش عارفة أفهم. إيه بس اللي محيرك؟ إذا كان على سره محدش يقدر يغصبه إنه يقوله لحد ولا يتكلم فيه مع حد لمجرد الاستشارة. أيوه، لأن أكيد في طرف تالت من حقه يحتفظ بالسر ده لنفسه. بالعكس حيرته اللي بتتكلمي عنها دي مع احتفاظه بالسر ده يخليكي تحترميه اكتر ويكبره في نظرك.
وبعدين بقى احنا ما يهمناش في موضوع الشقة ده غير حاجة واحدة بس، وانا متأكدة منها. ايه هو؟ انه اكيد ما تحصلش على الشقة دي بشكل غلط او بطريقة مش مشروعة، لانه انسان مستقيم وشريف مش منحرف ولا فاسد. انا متأكدة بس ما بسش. انت كل اللي يهمك في الموضوع ده انت ايه بالنسبة لي؟ انت شايفة ايه؟ انا شايفة بقى ان عمر بيحترمك يا سلم. ايوه، والاحترام ده اسمى واعلى درجات الحب. احترمك لما توقع انك هترفضي الارتباط بيه، واحترمك لما وضح لك صعوبات حياته اللي تمنع الارتباط، واحترمك اكتر يا سلوى لما توقع انك هترفضي الارتباط بيه من قبل ما تعرفي سر الشقه. وكل ده معناه مش انه بس بيحترمك، لا ده معناه كمان ان شعوره ناحيتك شعور ناضج ومش اناني. اوعى تكوني فاكرة يا سلوى ان الجواز هو النهاية السعيدة للحب، ابدا. احيانا الصداقة اللي مبنية على الحب بتكون امتن وهي اللي بتعيش اكتر. اسأليني انا لقيت الحب، لكن حياتي كان ناقصها حاجة مهمة قوي، ما انت عارفة جوزي او اللي كان جوزي كان بيحبني وكان مصر على ان احنا نتجوز، لكن للأسف ما قدرناش نستمر مع بعض لان حياتنا كانت ناقصه حاجه مهمه قوي يا سلوى، الاحترام. هو احترمك لما ما خلاكيش تبتدي بطلب الارتباط بيه. لسه سالم؟ اتفضلي. هي دي بقى الشقة يا سي عمر؟ طبعا تغري أي حد، حتى اللي كان بيتظاهر بالإخلاص وحفظ الجميل. حضرتك تقصدي إيه دلوقتي؟ قصدي حضرتي واضح، إنما أنا مش واضح نية حضرتك. طبعا حلمت إنك تبقى من ذوي الأملاك، بس مش مرة واحدة كده يا سي عمر. على النيل تبقى جار الوزراء والفنانين ورجال الأعمال. طيب اتفضلي حضرتك اقعدي استريحي. طب على الاقل قبل ما كنت تحلم بكده كنت تجيب لك بدله نظيفه، ولا بدل ما انت سواق على تاكسي اشتري لك عربيه وسواق، ولا دي هوايه مش قادر تستغنى عنها زي ما بيقولوا كده دول الكلب عمره ما يتعب. انسه سالي من فضلك. ايه وجعتك ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا بتتكلمي غلط. كده انا حسيت بجد انك ابتديت تتغير. انت كنت تقدر تقولي الكلمة دي زمان؟ اكيد لو وجهتلي اهانة زي دي كنت هقولك نفس الكلام. ما علينا يا عمر بيه، ومن غير تريقة من فضلك. اوكي، الشقة دي مش بتاعت بابا الله يرحمه؟ ايوة المفروض كده. طب اتفضل سلمها لي وتفضل انت من غير ما ترد. للأسف ما اقدرش اعمل كده. ليه؟ انت فاكر ان احنا ما نقدرش ناخدها بالقانون او بالعافية؟ لا يا انسة سالي، ما حدش يقدر ياخد الشقه دي مني الا برضايا. انت فاكر ان احنا بقينا بالضعف ده بعد بابا الله يرحمه؟ اعوذ بالله انا ما قلتش كده. هما ليه؟
الحقيقه الشقه دي متسجله وفي الشهر العقاري وباسمي. ايه؟ هي دي الحقيقه. انت بتكذب. انا عمري ما كذبت. حتى لو صدقتك انت مش عايز تديها لي ليه؟ عايز تساوم بقى. انا عمري ما ساومت حد. امال ايه؟ عايز تاخدها لنفسك؟ ولا فكرت اخدها لنفسي. ايه فزوره دي ولا ايه؟ للاسف هي تقريبا فزوره. ما تلعبش بالكلام معايا يا عمر. عمر انت مش بتقول ان بابا الله يرحمه كان صاحب فضل عليك؟ وعمري ما انكرت فضله عليا ولا جميله عليا. طب انت عارف انه ما سابش فلوس؟ انا عارف لانه كان اشرف انسان في الدنيا. بس احنا عارفين ان كان معاه فلوس. ما هي اللي اشترى بيها الشقة اللي احنا فيها دي. وانت عرفت منين؟ هو قال لي كده، قال لي دي تحويشة عمري. لا كان معاه فلوس تانية على الأقل لجهازي وفرحي. والله جايز. طب هي فين؟ أنا معرفش، الله أعلم. ما تعرفش ولا عايز تاخدها زي ما أنت عايز تاخد الشقة؟ أنا عمري ما فكرت أخد الشقة. يعني مفيش فايدة معاك يا عمر. أكيد لازم الأول ألاقي حل. أوكي يا عمر، بس أوعى تفتكر إن احنا هنسكت ولا مش هنقدر نعمل حاجة. دي مش أي فلوس يا عمر، وما يجيش واحد هلفوت زيك مرعاش العيش والملح يسرقنا كده عيني عين. انا ساكت من بدري لكن اتفضلي اطلعي بره. بتردني من شقتي يا عمر؟ ارجوكي اقفلي الكلام دلوقتي واطلعي بره. هي دي الغلطه اللي هندفع ثمنها احنا الاثنين دلوقتي. في حاجه كده يا ناس، لازم لما كان مع لوحده هروح لهم بصفتي ايه؟ انا قلقانه يا حبيبي، انا خايفه. حلو قوي الكلام، احترم نفسك. شيل ايدك. هتكون فلوسه ازاي ومنين بس؟ وانا هعرف اتصرف ازاي. لا مش ممكن. اما نشوف. شايفني بصرخ؟ انت مش ابن كار ولا ايش؟ تقمر حاجه ثانيه؟ مرمرنا وساعات المر، وبتفوت السنين وتمر، تمرمرنا وساعات المر، يمرمر شهدنا ويمر، في غمضة عين، في غمضة عين يفوت العمر. وتتغير ملامح وتتبدل مطارح، نتوف في الزحمة عن روحنا، ولسه فاكر انك حر، ولسه فاكر انك حر. وبتفوت السنين وتمر، تمرمرنا وساعات المر، وبتفوت السنين وتمر، تمرمرنا وساعات المر، يمرمر شهدنا ويمر، في غمضة عين، في غمضة عين يفوت العمر. يا زارع في الخلا حلما، ورامي عالزمان حملا، يا زارع في الخلا حلما، ورامي عالزمن حمل، وتوه سكنة جوانا، بتسأل ايه رمك عالمر، بتسأل ايه رمك عالمر. وبتفوت السنين وتمر، تمرمرنا وساعات المر، وبتفوت السنين وتمر، تمرمرنا وساعات المر، يمرمر شهدنا ويمر، في غمضة عين، في غمضة عين يفوت العمر.